vous allez bien. Ma peuple est convaincue d'ici. L'homme a besoin de partager avec vous la chiwa diali. Moi, je prépare la lasagne, le kfta ou le khoda. Ou je prépare partager avec vous une salade verte. بغيت نشيل واحد القضيه على قبال الروز بالكوري اللي بارطاجيت معكم. غادي نحط لكم التصويره ديال الريد كاري بيست اللي غتلقاوها في كارفور ومارجان. وهذه القرعه هذه راها كبيره، لازم تعملوا غير نص ديالها. وقالت لي الاخت ديالي بلي راه محرش بزاف، تقدروا تعملوا فيها السودانيه الا كتبغيو الحار. بون غادي نحط المقادير وهانتوما معايا. بون بالنسبه للمقادير ديال لازان ديالنا، غادي نحتاجوا الجزر، غادي نحتاجوا لي زيبينار اللي بعد ما غسلتهم ونشفتها، غنحتاجوا واحد نص كيلو ديال الكفته، غنحتاجوا واحد البصيله متوسطه بحال هكذا، غنحتاجوا الثومه، غنحتاجوا هاد لي طوماط هادو اللي تيكونوا واجدين راه كاينين كذلك في المغرب. غادي نحتاجوا الاوراق ديال لازان، غادي نحتاجوا الخرقوم بلدي، غادي نحتاجوا البزار، غادي نحتاجوا القزبر يابس، التحميره والملح بيان سور. بون غادي نوجد المقادير وهانتوما معايا. بون غادي نحتاج هنا لواحد دو كاروت، غادي نقشرها نقطعهم دي كابو صغارين. من بعد ما نقيت الجزر ديالي غادي نقطعو، نقطعو بحال هكا دي كارو. هاد القياس هذا ما غاديش نحيد له القلب ديالو لان ما مزيان ماشي حار، دونك غادي نحتفظ به كامل. غادي نعمل واحد 4 ديال الثومات، واحد المثله غادي نقطع حتى هي قطع صغيره بحال هكا، حاول نشل الدور مزيان. اللي بغى يحكها يمكن يحكها، انا كنقطعها هكا صغيره. غنكمل القطع وهانتوما معايا. بون غادي نحط الطنجره دابا، غادي نحطها كتسخن، من بعد غادي نضيف ليها زويته بلديه. نضيف كذلك زويته روميه باش ما تحرقش لينا ديال الزيتون. غادي نرمي هاد البصله وهاد الثومه اللي هذا اللي حكيت. غادي نسخنوا البصله حتى تدبل شويه وعاد غادي نرجع معاكم. بون من بعد ما تشحرت لينا البصله ديالنا غادي نضيف لها الكفته. هاد الكفته غادي نضيف ليها واحد جوج معالق تاع الماء باش ملي كنضيفو ليها جوج معالق تاع الماء كتجي مخلوله، ما كتجيش مكوره بزاف، كتشحل مزيان كتفرفش مزيان، داكشي علاش عملت ليها الماء. حتى شويه العافيه. دابا غنضيف التوابل ديالي، اول حاجه غنضيف الملحه، نضيف لي البزار، خرقوم بلدي،
غنضيف التحميره داك الفلفله حلوه، غادي نضيف قزبر يابس غادي نكثر منه لان فريمون كيلذد هاد لازان، تقريبا واحد المعلقه كبيره صافي. نخلطوا الكل، نخليو الكفته كتشحر باش كتجي، باش كتجينا هاد لاصوص بنينه. خاص الكفته تشحر مزيان، تشحر الكفته وهانتوما معايا. بون كيما شفتوا دابا الكفته هي تحمرات، كيفاش شفتوا كتجي مفرسه كيف عملت فيها داك المعلقه ديال الماء. دابا غادي نعملوا عليها بون. دابا فيت الماء، درت الماء سخون، غادي نروي هاد لاصوص ديالي. بالنسبه للبنات المبتدئات هادي غير نصيحه ديالهم، منين يبغيو يطيبوا الماكله ما عمرهم يعملوا الماء بارد باش ما كيبسش الماكله، لازم الماء يكون طايب هكذا. دابا غنضيف الجزر ديالي، نضيف لي زيبينات صافي، نسد على الطنجره ديالي حتى يطيب كلشي. هانتوما معايا. بون باش غادي نحضروا البيشاميل ديالنا، غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. انا عملت هذه ديال لوغ باك كما قلت لكم، بحال البيشاميل كتبغي الزبده تكون بون كاليتي باش كتجي بنينه. بون غنحطها انا معلقه كبيره، نخليها تذوب ونزيد عليها معلقه ديال الطحين. بون من بعد ما دابت لي الزبده ديالي غادي نعمل معلقه كبيره ديال لافارين هكذا، غادي نحركم. نبداو نضيفو الحليب شويه بشويه تتعقد لينا بحال هكا. درت هنا تقريبا شي ربع تاع الحليب، معلقه كبيره تاع لافارين، معلقه كبيره تاع الزبده. غادي نضيف هاد جوج تومات باش كيعطيو المذاق في البيشاميل ديالنا. ها هما بون. غادي نضيف الملحه، نضيف البزار، غادي نحك الكوزه باش تعطيها واحد المذاق زوين. معروفه البيشاميل كتجي مع الكوزه. فوالا غتبقى تعقد شويه بشويه، من بعد نوريكم النتيجه كيفاش. بون بالنسبه للبيشاميل كما شفتوا هي عقدت هلا، كما درتش عقده بزاف ديال لازان ما كتبغيش تكون عقده بزاف بحال هكذا. زولت من هذيك الثومه صافي، وغادي نطفي عليها ونخليها على جنب تنكملوا المراحل الاخرى. بون كيما شفتوا لاصوص ديالي ها هي وجدات، الجزر باقي ما طابش مزيان بحق، غادي نكمل الطياب ديالو في الفوق. ما خصهاش تكون عاقده بزاف لان لازانيا انا ما كنسلقهاش، كنديرها ديريكتومون. هذه راها اسهل لازان يعني، و
فريمون كتشي جديده. خليكم معايا باش غنبدا نستفتاو. دابا غنبدا نستف لازان ديالي. اول حاجه كنعمل كناخذ شويه هكا كنحطو في المول ديالي دون نحطو لاصوص ديالنا صافي كنعمرو دوك الوريقات كلهم بلاصوص. عندي هنايا الفرماج ديال البيتزا تقدروا تعوضوه بالفرماج روج. نعمل هذاك البيشاميل كما قلت لكم هذا النص ديالها. هذا البيشاميل تقدروا تعملوا فيها كذلك حتى البصله تقدروا فيها تحطوا فيها واحد نص بصله دوك جوج توينات باش هكا كتعطي لو كو. غادي نعاودوا ستيب اخرى هذه المره غنبداو من هنا. لان حطينا لاباط هنا بليس دابا غنحطو هاد لي كوتين هدا باش متجيناش معجنة. صافي انا كندير دو فوا صافي باش مكتجيناش لازان باينة فيها العجينة كتجي فيها لاصوص بليس. غادي نرمي لاصوص كلها فوالا نديرو البيشاميل ديالنا نضيعو والو بحال هكا. باش كلشي تتلحقو ديك البيشاميل صافي الطبقه من الطبقه الاخرى ديال الفرماج. عندي هنايا واحد 200 غرام ديال الفرماج اللي كندخل لازان ديالي كندخلها للفور لي كنشعلو على 250 كنشعل عليها الفوق والتحت وكندير الفونتيلاتور ومن بعد نقول لكم شحال اكزاكتومون خدات مني. وهانتوما معايا بون باش غادي نحضروا لا سالاد ديالنا. عندي هنايا لا سالاد فيرت لي غسلتها وقطعتها. عندي هنايا لي طوماط سيريز. عندي واحد الفلفله حمراء. عندي اون بون التفاحه وعندي لافوكا. عندي الخيار. عندي زريعه ديال القرعه. عندي كذلك لي غيزان الزبيب وعندي زرع الكتان.
بون باش غادي نحضر الدريسين ديال لا سالاد. غادي نحتاج زيت الزيتون غادي نحتاج لهاد السناب اللي فيه لوميير الا عندكم العادي تقدروا تعملوا واحد معلقه صغيره بحال هكا غندير السيترون عصير شويه ديال السيترون فوالا غندير مليحه ندير لبسة فريمو هاد لاصوص كتجي زوينة باش غادي نخفف غنزيد فيها الحليب كومسا متجيش مجهدة إلا ما عندكم إلا عندكم غير الموطارد العادي تقدروا تعملوه هادي كتجي شوية حلوة كتجي فريمون زوينة بغيت نحطها هنايا باش كتجيني ساهلة في الاستعمال هادي هي لازان ديالي من بعد ما خرجتها من لوفور خدات لي 35 مينوت كما شفتوا فريمون طريقه سهله سهله بزاف ما فيهاش بزاف تاع لي زيتاب كنحطها ديريكتومون فريمون كتجي لذيذه وما كتاخذش الوقت بزاف بون كنتمنى انكم تجربوا هاد لا غوسيت ديال لازان اول مره ما غاديش نقول انها وصفه صحيه ماشي صحيه مي مره كنبغيو ندلعوا وليداتنا علاش لا كنتمنى تعملوا الطريقه ديالي لان فريمون سهله ما كتاخذش بزاف تاع الوقت الا عجبتكم لا فيديو ما تنساونيش بلي لايك ديالكم تبارطاجيو لا فيديو باش تشجعوني اكثر واكثر كنقول ميرسي بوكو بالنسبه للناس اللي تابونوا معايا جداد كيف كنقول ميرسي بوكو بالنسبه للناس اللي ديجا ابوني وخليت لكم الراحه الفيديو الماجي ان شاء الله اي غرو بيزو